أقيم مساء يوم الأحد الماضي بمسرح الأمبرويز بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية حفل ختام الكورسات المتخصصة التابعة لأسقفية الشباب وتخريج دفعات جديدة من الدارسين بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسها بمباركة وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ونيافة الحبر الجليل الأمباسيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل وعدد من الآباء الكهنة والدارسين. نشكر الله على استمرارية العمل بتاع إلهنا الصالح في كنيسته خلال أسقفية الشباب وكل المجالات بتاعتها. كورسات المتخصصة هي أحد المنابر المهمة في أسقفية الشباب، بدأت قليلة وكترت مع الوقت زي ما أنت عارف. النهاردة بنحتفل باليوبيل الفضي للكورسات 25 سنة من العمل الجميل. فرحة كبيرة قوي النهاردة العيد 25 يوبيل الفضي، ودايما لكم من تقدم لتقدم. ويعني التعليم شيء أساسي في كنيستنا، أساسي، وأنا عاوز كل واحد بيتعلم أنه هو يكون زي الشجرة المثمرة يعلم غيره، ولأن ده شيء أساسي للكنيسة وأساس الأفراد وأساس الأطجال اللي جاية كلها. فأنا يا ريت بشجعكم وبقول كل واحد يقدر يشارك ويقدر يدرس، ده حاجة حلوة قوي. السنة دي 2677 الأوائل بنظام الامتياز وجيد جدا، كان عدد الدارسين وصل ل 176,727 من خلال السنة 25. أنا خدت كورس عقيدة مستوى تاني، قيادة وإدارة مستوى تاني، وتاريخ كنيسة مستوى أول. هي الصراحة الكورسات بتفرق حتى في طريقة الشرح للأطفال، لما بيجي يسألوا مثلا حاجة عن الثالوث أو يسألوا عن حاجة من الحاجات اللي إحنا كانت إجاباتها بتبقى المفروض صعبة على الناس، لا، هو حتى الأنبا رافائيل شرح لنا بطريقة سهلة وبسيطة، فخلى لما نيجي نسألهم تبقى الموضوع أسهل بالنسبة لنا. القيادة والإدارة خلتنا إزاي نبقى خدام مؤثرين في الناس، نعرف نفهمهم. في تاريخ الكنيسة طبعا بناخد تاريخ الكنيسة كامل، دخول أقباط مصر، فبنفهم التاريخ عشان نفهم احنا وصلنا لكده ازاي. شهد الحفل عدد من الكلمات والفقرات المختلفة، ومنها خورس قدم باقة مميزة من الألحان، ومسرح اسود قدم شرح للغة القبطية، وموكب توزيع شهادات التخرج للدارسين في أجواء احتفالية مفرحة. 25 سنة على تأسيس الكورسات المتخصصة، 25 سنة من الخدمة والتعليم والتنوير وتنمية مهارات شبابنا اللي بيخدموا خدمات مختلفة في جميع كنائس الجمهورية. كامل يوسف، سي تي في.